تأتي زيارتي إلى جمهورية كوريا في إطار جولة تستهدف تفعيل استراتيجية مصرية تسعى للمزيد من الانفتاح. السيسي يؤكد في سول أن مصر تسعى الآن لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة. مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة يقول إن ميليشيات الحوثي وصالح تستخدم سياسة التجويع والحصار لقتل الشعب اليمني. استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولتها صدم أحد الجنود جنود الاحتلال في الضفة الغربية. العاشرة صباحا هنا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم على شاشة النيل، مرحبا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة بمقر إقامته بالعاصمة الكورية الجنوبية سول لقاءات مع 6 من رؤساء مجالس كبريات الشركات الكورية الجنوبية العاملة بمجالات الصناعات الثقيلة والإنشاءات والإلكترونيات. ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة في إحدى المناطق الصناعية الحرة للاطلاع على تجربتها والاستفادة بها في مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس. ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا منطقة للصناعات الإلكترونية قبل أن يغادر سول بعد ظهر اليوم في ختام زيارة استغرقت 3 أيام لكوريا الجنوبية، آخر محطات جولته الآسيوية التي شملت أيضا كازاخستان واليابان. وفي العاصمة سول أيضا بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هاي سبل تعزيز وتشجيع الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر. كان الرئيس السيسي قد عقد في وقت سابق جلسة مباحثات مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هون كيو أهن، تناولت أيضا فرص الاستثمار الواعدة في مصر. بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بالعاصمة الكورية الجنوبية في سول بعدة لقاءات، كان على رأسها لقاء بمقر رئاسة كوريا أو البيت الأزرق للسيدة بارك جون هي رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية التي كانت في استقبال سيادته. وبعد أن وقع في سجل الزائرين عقد الرئيس جلسة معها ضمت أعضاء الوفدين، استعرض خلالها مهمل تطورات الأوضاع في مصر خلال السنوات الماضية وما حققته من نجاحات اقتصادية. رئيسة كوريا بدورها وجهت إليه الشكر للإشادة بالتجربة التنموية الكورية، ولم يخلو اللقاء من حديث عن الأوضاع الإقليمية وضرورة التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تواجه المنطقة. وأعقب اللقاء حضور كل منهما مراسم توقيع على اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم شملت الاتفاق الإطاري لتنظيم إزاحة القروض الكورية إلى مصر، الترتيبات الخاصة بمشروع تطوير نظم الإشارات من نجع حمادي إلى الأقصر، الترتيبات الخاصة بإنشاء كلية المصرية الكورية للتكنولوجيا، مذكرات تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة التعليم المصرية ووزارة التعليم الكورية، وأخرى بين وزارة العدل الكورية والمصرية، وأخرى للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة، ومذكرات تفاهم بشأن مشروع تطوير ميناء الإسكندرية، واتفاق القرض بين هيئة سكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد الكوري. وأخيرا وليس آخرا، مذكرة التفاهم بين بنك التصدير والاستيراد الكوري والحكومة المصرية بشأن إتاحة حزمة تمويلية لمصر ب3 مليار جنيهات. وبعد غداء أقامت السيدة بارك جون هي رئيسة كوريا الجنوبية تكريما لسيادته، توجه الرئيس لمقر مجلس الوزراء حيث جمعه لقاء آخر مع السيد هونغ وون رئيس وزراء كوريا. تناول الإعراب عن تطلع مصر لأن تشهد الفترة القادمة البدء في تنفيذ مشروعات التعاون التنموي الجاري التباحث بشأنها مثل مشروعات الطاقة والنقل إلى جانب مجال التعليم. وكان التأكيد من الجانب الكوري على الاهتمام بالمشروعات القومية المصرية المطروحة والتطلع لتعزيز التعاون. ومن منطلق الحرص على إثراء العلاقات البرلمانية بين مصر ومختلف دول العالم، التقى الرئيس كذلك بالسيد تشانغ أوي هوي رئيس برلمان كوريا وعدد من النواب الذين أشادوا بتشكيل البرلمان الجديد ومساهمته في تطور العملية السياسية بما يمثله من نسبة غير مسبوقة للسيدات والشباب، وأعربوا عن رغبتهم في دعم البرلمان الكوري بجهود التنمية في مصر. الرئيس كان قد التقى كذلك في مستهل نشاطه برئيس مجموعة لوتي، وأجرى لقاء آخر برئيس شركة IMG للهندسة والإنشاءات وشريكه رئيس شركة أريس جلوبال
لمزيد من الدفع للعلاقات. زيارة الرئيس إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول تستهدف تحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي والتنموي مع دولة تحتل المرتبة السابعة بين الدول الأكثر نشاطا على المستوى التجاري، وتصنف القوة الاقتصادية 13 على مستوى العالم. من العاصمة الكورية الجنوبية سول، سحر ناجي، التلفزيون المصري. ونبقى في العاصمة سول، حيث حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الختامية لمجلس الأعمال المصري الكوري. وقد شهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، من بينها مذكرة تفاهم من بين وزارة الكهرباء وشركة دوسان للصناعات الثقيلة. ترسيخا للعلاقات والمواضة التاريخية بين مصر وكوريا الجنوبية، خاصة الجانب الاقتصادي، وإيمانا من القيادة السياسية بدور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في مصر، تم التوقيع على بيان مشترك بين الجانبين المصري والكوري، إضافة إلى 3 مذكرات في مجال الكهرباء والطاقة وتحلية المياه. وقرر مجلس الأعمال المشترك الاتفاق على الاجتماع في القاهرة في مارس 2017. لقد بحث المجلس عددا من الموضوعات المشتركة، أبرزها تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر بمجالات البنية التحتية والصناعة والإنشاء والدعم اللوجستي والصحة والتعليم والتدريب المهني. ولمس المجلس إرادة حقيقية من الجانب الكوري لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر. يرى الخبراء أنه لا يمكن للعالم أن يزدهر من دون تأسيس روابط اقتصادية قوية، مما حدا بمصر إلى التوجه شرقا بحثاً عن أسواق جديدة غير السوق التقليدية، واعتماد إصلاحات هيكلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات. تأتي زيارتي إلى جمهورية كوريا في إطار جولة تستهدف تفعيل استراتيجية مصرية تسعى للمزيد من الانفتاح على أبرز شركائها الدوليين، وتنويع شبكة علاقاتها الخارجية، وتحقيق نهضة اقتصادية تدعم نجاحات المسار السياسي السلمي الذي أثبت الشعب المصري خلاله قدرته على استكمال بناء كافة مؤسساته الدستورية والديمقراطية في وقت قياسي، مما يثبت عزم مصر على إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقتها رغم ما نواجهه من تحديات. كما نجحت الجهود المصرية لإقرار الأمن والنظام في مواجهة الإرهاب والتطرف، مما ساعد على استرداد الاقتصاد لعافيته تدريجيا، وتوفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد أشاد السيد الرئيس في كلمته بالاستثمارات الكورية في مصر، وعرض لرؤية الحكومة والمشروعات الكبرى التي تم إنجازها في مجال التنمية. أطلقت مصر عدد من المشروعات العملاقة لتكون قاطرة للتنمية، وفي مقدمتها افتتاح قناة السويس الجديدة والتي لا تعد مجرا مائيا إضافيا للسفن فحسب، حيث يشمل المشروع التنمية الاقتصادية بمنطقة القناة إقامة مناطق صناعية ولوجستية، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء عدد من المواني لتيسير النقل وتصدير المنتجات، وهو ما يمثل فرصا كبيرة للشركات الكورية للمساهمة في تلك المشروعات وتوظيف هذا المحور كمركز عالمي للإنتاج وإعادة التصدير. المراقبون يرون أن زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية ستولد زخما كبيرا لدفع علاقات التعاون إلى مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات. إقامة شراكة فعالة وقوية مع أكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين وتفعيل استراتيجية مصرية تسعى إلى مزيد من الانفتاح على العالم الخارجي، خاصة دول شرق آسيا. هنا يأتي دور القطاع الخاص لتعزيز هذا التعاون وتطويره من أجل النهوض بالاقتصاد المصري وجذب بمزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر. من العاصمة الكورية سول، محمد جوهر، التلفزيون المصري. يبحث اليوم الجمعة خلال مؤتمر عبر الهاتف رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل، يبحثون وقف إطلاق النار في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن اليوم الجمعة ستكون لدى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا الفرصة ليقولوا معا بوضوح للرئيس بوتين أنهم يريدون وقف إطلاق النار هذا أن يصمد وأن يمهد لانتقال سياسي حقيقي. أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ماستورا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن للسوريين وليس الهدنة المؤقتة.
من جانبه قال مستشار الأمم المتحدة للمهام الإنسانية يان إغلاند في جنيف أنهم ينتظرون ضوءا أخضر من الحكومة السورية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة. يشهد تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا تقدما واضحا وفق ما أعلن موفد الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا الخميس، تزامنا مع انخفاض ملحوظ في حصيلة القتلى المدنيين منذ تطبيقه قبل 6 أيام. وعقدت مجموعة العمل حول وقف الأعمال القتالية في سوريا اجتماعا لتقييم مسار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ السبت بموجب اتفاق روسي أمريكي تدعمه الأمم المتحدة من دون أن تصدر أي بيان رسمي. In general, the cessation has been holding. بصفة عامة يمكننا القول أن عملية وقف إطلاق النار لا تزال صامدة، وهذه أخبار سارة لعموم الشعب السوري. ولكن ومع الأسف يجب علينا أن نعترف أن هناك بعض المناطق لا يزال القتال فيها مستمرا. مستشار دي ميستورا ورئيس قوة المهام الإنسانية جان إغلاند في جنيف قال إن القوات تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة السورية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن السورية المحاصرة. Yes, compared to نعم، فمقارنة بما تم تحقيقه العام الماضي يمكن القول إن هناك تقدما ملموسا. ففي 3 أشهر الأولى من العام الماضي لم تستطع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الوصول إلى أي من المناطق المحاصرة. أما في 3 أسابيع المنصرمة فهناك نحو 236 شاحنة تمكنت من توزيع المساعدات الإنسانية على 115,000 شخص. ودخل اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في مناطق سورية عدة، ويستثني الاتفاق تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة اللذين يسيطران حاليا على أكثر من نصف الأراضي السورية ولا يزالا يتعرضان لضربات قوات النظام وروسيا أو التحالف الدولي بقيادة واشنطن. قال رئيس وزراء تركيا أحمد داوود أوغلو في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، قال إن بلاده سوف تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار الهش في سوريا. تركيا مهتمة بتطبيق وقف إطلاق النار الهش في سوريا، لأنه في حال توفر الاستقرار هناك فإن كل من أعداد اللاجئين الوافدين إلى تركيا والآخرين العابرين منها إلى أوروبا فهما